بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين. طلاب الصف السادس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم هنتناول مادة التاريخ، الدرس الثاني، أعمال الخليفة أبو بكر الصديق، صفحة 52 إلى الصفحة 57. إن شاء الله راح نتناول بهذا الدرس أهم الأعمال أبو بكر الصديق، إرسال الجيش، حرب المرتدين، وجمع القرآن، ضعف الفتوحات الإسلامية. تحدثنا الدرس الماضي عن خلافة أبو بكر الصديق، وحكينا الخلافة ومعناها اللغوي وهي جاء بعد، أما اصطلاحا هم الذين خلفوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور الدين والدنيا، وتمثل الخلافة في العصر الحديث رئيس الدولة. طبعا لماذا أطلق عليهم الراشدون؟ سبب اتصافهم الرشد والحكمة والاستقامة وحفظ النهج العدل والانصاف التي كما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وحكينا ابو بكر الصديق هو عبد الله بن ابي قحافه التميمي، وكان قبل الاسلام من رؤساء قريش، وكان يعمل بالتجاره، وكان من اغنياء مكه. علاقته مع الرسول، كان اول من اسلم ورفيق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقب بالصديق لانه بادر بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم بخبر الاسراء والمعراج، وبالإضافة إلى عقيقا لأنه بشر بعتق من النار. وأيضا كان أبو بكر أول خطيبا في الإسلام في البيت الحرام، بالإضافة أنه أول خليفة للمسلمين. أولادي، تذكر درس حجة الوداع، حكينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما ينتقل للرفيق الأعلى جهز جيش من أجل ملاقات الروم، ووضع قائد هذا الجيش أسامة بن زيد، ولكن هذا الجيش لم يخرج بسبب مرضة الرسول صلى الله عليه وسلم. لما تولى أبو بكر الخلافة قام بتنفيذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو إرسال جيش أسامة بن زيد إلى بلاد الشام لقتال الروم، وأوصى أبو بكر الصديق أسامة بمعاملة أهل البلاد معاملة حسنة. تمكن الجيش من تأمين الحدود وتحقيق الانتصار على الروم، ثم عاد لينضم إلى الجيوش المسلمين في قتال المرتدين. المرتدون طبعا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض الإسلام إلى حركة خطيرة جدا، وهي حركة المرتدين. والمرتدين منعوا دفع الزكاة، ومنهم من ادعى النبوة، وفي ناس أشار على سيدنا أبو بكر بالإعفاء عن هؤلاء المرتدين من دفع الزكاة، لكن أبو بكر أخذ موقف حازم من المرتدين، فجهز الجيوش وأرسلها إلى القبائل التي ارتدت، وأوصل الجيوش بمراعاة الأدب آداب الحرب في الإسلام. طبعا نجحت هذه الجيوش في مهمتها، ورجت القبائل المرتدة إلى الإسلام، وتوحيد شبه الجزيرة من جديد، ونشر الإسلام فيها، طبعا مما أدى هذا إلى حركة فتوحات الإسلامية. لكن أثناء حروب المرتدين استشهد عدد كبير جدا من حفظة القرآن الكريم، فأشار سيدنا عمر بن الخطاب على الخليفة أبو بكر الصديق بجمع القرآن الكريم بعد أن كان محفوظا في الصدور. فأمر أبو بكر الصديق زيد بن ثابت أحد كتاب الوحي وبعض الصحابة بجمع القرآن الكريم، فجمعوه ووضعوه عند حفصة بنت عمر زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. الفتوحات الإسلامية، أرسل الخليفة أبو بكر الصديق جيوشا بعد النصر الذي أحرزه المسلمون على المرتدين إلى بلاد الشام والعراق للتخلص من سيطرة الروم والفرس خارج الجزيرة العربية، وأيضا تأمين الحدود من خطر الدولتين الساسانية والبيزنطية. ده سبب إرساله هو تخليص العراق وبلاد الشام من سيطرة الروم والفرس وتأمين الحدود. أما طبعا ارسال الجيوش، خط سير الجيوش كالاتي: شرحبيل بن حسن للأردن، عمرو بن العاص إلى جنادين، يزيد بن أبي سفيان إلى اليرموك، أبو عبيدة بن الجراح إلى حمص، وخالد بن الوليد من العراق إلى اليرموك. في السنة 13 مرض أبو بكر الصديق وتوفي في السنة 13، ودفن في حجرة ابنته أم المؤمنين عائشة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم
بعمر يناهز 63 عاما. أرسلت الدرس أبنائي. السؤال الأول والسؤال الرابع واجب. السؤال الثاني: ألف، دامت خلافة أبي بكر الصديق 2 سنة و3 أشهر. ممتازين، الجواب صحيح. تردد أبو بكر الصديق في محاربة المرتدين. أحسنتم، الجواب خاطئ لأنه أخذ موقف حاسم. كلف أبو بكر الصديق أسامة بن زيد بجمع القرآن الكريم. أحسنتم، خطأ لأن أسامة بن زيد قائد الجيوش إلى بلاد الشام، أما الذي كلفه هو زيد بن حارث. دفن الخليفة أبو بكر الصديق في حجرة ابنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أحسنتم، الإجابة صحيحة. ما هدف الخليفة أبو بكر الصديق من إرسال الجيوش إلى بلاد الشام؟ الجواب في صفحة 55: لتخليص العراق وبلاد الشام من سيطرة الروم والفرس، وتأمين الحدود من خطر دولتين الساسانية والبيزنطية. أبنائي، أتمنى منكم متابعة دروسكم أول بأول، حل الواجبات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.